عليكم ورحمة الله وبركاته وتحياتي للجميع. طبعا بدنا نعرفكم على نوع هذا الكلب من نوع باكنيس. طبعا هاي أنثى كلب عمرها 14 عام، 14 سنة، يعني عجوز كبيرة بالعمر كثير. كانت الناس مرضت، صار في عندها التهاب بالفك الشمال زي ما انتم شايفين نافخ. الشمال نافخ. حاولوا علاجها أكثر من مرة، لكن بالآخر قالوا لي إذا بتحاول علاجها، لكن كما يبدو لي إنه هاي الكتلة ما بدنا نكتر لها مضاد حيوي، لأن احتمال هاي الكتلة تطلع كتلة سرطانية، احتمال كبير إنها كتلة سرطانية وصعب علاجها. والكلب كبير بالعمر 14 سنة، حتى الأدوية ما راح تقدر تتحملها. شايف حتى مشيها مشي خطير. طبعا هذا النوع من كلاب الباكنيز بيجي الجسم تبعه طويل بالطول شوي، غير عن الكلاب العادية الصغار، مطول بالطول وبتيجي كثيفة الشعر، بس هاي حالك لها شعر. يمكن نظرها كمان ضعيف من كبر العمر. معروف انه الكلاب بتعيش لحد 15 13 12، يعني ممكن تعيش اكثر شوي اقل شوي، هذا في حال اذا ما مرضت، لكن اذا مرضت طبيعي مثل الانسان. اقول انا مش عارف شو بدي اعمل معها، خلينا نشوف هاي الكتلة عندها بتزيد بتخف، يعني ممكن انه الكلب ما تطول. ونشوف بعدين شو بنسوي، مش عارف. انا حسب قول الجماعة انه شايلين لها هاي أكثر من مرة وطالع عند بيطرية وعودة رجعت. المشكلة إنه عمرها كبير كثير. كل اللي احنا راح نخليها نشوف كتهم، حسب ما قالوا لهم انه هاي كتلة سرطانية، كت ممكن تكون التهاب، بس برضو يعني اثنين بياطرة شافوها يعني حكوا هيك سرطانية، وانا بقول احتمال برضو تكون سرطانية، هل كت نسبة انه تكون التهاب يعني قليل جدا. ان شاء الله خير، احنا بنجرب وبنشوف. المشكله ما بنقدر نعطيها دواء نعمل نشوف بخف ولا لا حاليا، لانه ما اخذت ادويه، لازم جسمها يرتاح لانها كبيره بالعمر. ان شاء الله خير. باكنيز